الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نستعين ومنك يا الله نطلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. تتواصل التحديات، تتواصل الإثارة في هذا الصباح ضمن تحدياتي ومنافساتي بطولة كأس الاتحاد السعودي لسباقات الهجن على أرضية ميدان نجران لعام 2024 بدعم سخي وكبير لرياضة الهجن. مشاهدين الكرام، انطلاقة شوطنا العاشر انطلاقة موفقة بعون من الله في هذا الشوط مع الرحلة المصاحبة لا وهي 5 كيلومترات، هي الحكاية والرواية المتواجدة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. نسير لنتابع وتتابعون الأسماء المتواجدة بهذا الحي البث المباشر الذي ينقل لنا ولكم وقائع ومنافسات وتحديات أشواطنا الصباحية من ثالث أيامنا في هذا التحدي الكبير. نسير إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى البداية الأولى. من يتقدم الأسماء مع الصدارة من الجانب الآخر؟ نتابع هنا شعار محمد بن علي بن حمد المري مع الأسد. من يتقدم الأسماء مقدما لنا الأسد مع صدارة الشوط، بينما المركز الثاني من يحتل مركز الوصافة شعار بو محمد مشبب بن محمد بن فلاح القحطاني مع جلمود على المركز الثاني بمركز الوصافة، بينما ثالث الأسماء وثالث الشعارات المتقدم والمتسلل في هذه اللحظات شعار عبيد الله بن مسفر العصيمي مع سياف على المركز الثالث والمركز الرابع. من الجانب الآخر هنا شعار ماجد بن محمد المري شعار بن حلفان مع فريح شعار الشرس. من يتقدم في هذه اللحظات مقدما لنا فريح بحثا عن نقطة هذا الشوط وعن نماس هذا الشوط، الكل باحثا وجاهدا لتحقيق الانتصار في هذا الصباح. المركز الخامس مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، لنكمل لكم النداء الأول، اللي على المركز الخامس اللي يتسلل بدوره في هذه اللحظات نسناس وبشعار محمد بن سالم آل فهيدة المري على المركز الخامس. وسادسا هنا شعار وتقدم شعار بن طفلة عامر بن علي آل فهيدة المري مع مبلش، بين مسابع الشعارات والتحديات والأسماء عمير بن فهد بن شنار الروق القحطاني مع مضيم. والمركز الثامن هنا التقدم والتسلل من شعار رعلي يمشى حمد بن الهيان بن سالم العامري مع المايدي. والمركز التاسع هنا الحضور والتواجد من شعار محمد بن محسن بن ذيب الرزق مع سياف. وعاشرا لنختم به النداء الأول يتقدم في هذه اللحظات بدر بن عليان القويعاني مع هنا شعاره يتقدم. نعود وإياكم من نداؤنا الأول نتحول إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة وإلى البداية الأولى مع شعار بو محمد. من يتقدم الأسماء مع فريح متقدما في هذه اللحظات ماجد بن محمد بن حمد المري مع صدارة الشوط ومع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هنا الحضور على المركز الثاني من يحتل مركز الوصافة شعار محمد بن سالم آل فهيدة المري مع نسناس، بينما القادم على المركز الثالث حضور مضيم وعمير بن فهد بن شنار الروق القحطاني يتقدم مع مضيم على المركز الثالث. والمركز الرابع شعارك يا بن طفلة على المركز الرابع يقدم لنا شعاره ويقدم لنا نسناس أو هنا مبلش عامر بن علي بن عامر آل فهيدة المرية وشعار علي يمشى بن نهيان على المركز الخامس. هنا حمد بن نهيان بن سالم العامرية مع المايدي، واثنين كيلومترات هي المتبقية والفاصلة عن نوماس وعن انتصار في هذا الشوط. نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة الأولى
نعود إلى الصدارة مع فريح. فريح لا زال مع مقدمة الشوط مسيطر حتى هذه اللحظات بشعار الشرس بشعار بو محمد متقدما للأسماء مع البداية ومع الصدارة الأولى. شعار ماجد بن محمد بن حمد المرية بن حلفان يحالف الصدارة في هذه اللحظات. بن حلفان يؤدي أداء فنان من على أرضية ميدان نجران. هكذا هو شعار بن حلفان يتغنى مع الصدارة في هذه اللحظات. مضيم مضيم ثانيا هنا وصل في هذه اللحظات. مضيم على المركز الثاني يتقدم مضيم وعمير بن فهد بن شنار الروق القحطاني مع مضيم على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا شعار محمد بن سالم آل فهيدة المرية مع نسناس. هذا الشوط خطير، هذا الشوط مثير، أسماء نعرفها جيدا تتواجد بإنجازاتها وبثقلها الكبير بحضورها الكبير. من القادم؟ من الواصل؟ وصل في هذه اللحظات شعار بدر بن عليان القويعاني متقدما مع شعار، وشعار بن نهيان يتقدم ويتسلل. المايدي المايدي وين الموقع يا اخوان؟ الكيلو الاخير، الكيلو الاخير. فرح ومضيم والمايدي الله يا هذه الثلاثية الكبيرة. لكن مضيم مضيم يصارع يصارع من اجل البقاء والبقاء للأقوياء. من الواصل؟ من القادم؟ وصل وتقدم غازية يغزو الصدارة. هادي بن سالم آل فهيدة المرية الشوط ما هو عادية هادية، لكن هنا الحضور، هنا القدوم من شعار القوعاني يقدم لنا شعاره مع مقدمة الشوط. هنا شعار القوعاني غير إلى مقدمة الشوط مع الدنجر، غير الدنجر في هذه اللحظات. يتقدم الدنجر، يا سلام يا سلام يا القوعاني من غير الأمور. بدر بن عليان بن محفوظ القوعاني مع الدنجر، يا سلام على هذا الأداء الكبير، على هذا الأداء المثير. بن رواشد، بن رواشد يتقدم، لكن الدنجر قفل على المجريات، قفل على هذا الشوط. غادر بنوماسي هذا شوط بكل قوة وبكل هيمنة، بكل سيطرة وبكل شراسة ينتزع نوماسي هذا الشوط. بدر بن علياء بن محفوظ القواعاني مع الدنجر، تهانينا والنوماس لعلى هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق. بكل جدارة تهانينا والنوماس لمالك الدنجر بدر بن عليان بن محفوظ القواعاني المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني شعار محمد بن حمد بن جابر الغفران المري مع الصداوي. المركز الثالث شعار سليمة بسلامة الجهني مع طويق. ورابعا المركز الرابع فكان الوصول من سياف هادي بن بنيان بن شويل العامر. والمركز الخامس شعار هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري مع غازي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام الأعزاء الأفاضل، شاهدنا وياكم شوط كان مليء بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة، والقوعاني يظفر بنوماسي هذا الشوط ويهدي أبناء ميدان تبوك هذا النوماس وهذا الانتصار الغالي في هذا الصباح. مع هنا شعاره والتوقيت الزمني إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تهانينا والنوماس لمالك الدنجر بدر بن عليان بن محفوظ القوعاني من انتزع نوماس شوطنا العاشر في هذا الصباح. كما تشاهدون أمامكم على الشاشة التوقيت الزمنية للخمس الأسماء الفائزة في هذا الشوط والتوقيت الزمني ولحظة صوت الدنجر 8 دقائق
ثمان ثواني 15 جزء من الثواني، هكذا كان توقيت الدنجر بشعر بدر بن عليا بن محمود القوعاني. الصداوي ثانيا 8 دقائق 10 ثواني 22 جزء من الثواني، تهانينا والنماس لمحمد بن حمد بن جابر غفران المري. الطويق ثالثا وتوقيته 8 دقائق 10 ثواني 22 جزءا من الثواني، كذلك نهني سليمان بن سلامة شعار بالرويشد على المركز الثالث. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، تهانينا والنماس لجميع الفائزين، نهني ونبارك لجميع الفائزين في اشواطنا السابقه. تتواصل التحديات، تتواصل الاثاره، وفي قادم الاشواط كل التوفيق لجميع المشاركين. شوطنا القادم بصوت الزميل جابر بن محمد بن حذله اليامي، واصفا ومعلقا على مجريات شوطنا القادم.